تعد الإصابة بالديدان أكثر شيوعاً بين الأطفال الصغار، خاصة في العمر الذي يميلون فيه إلى الاستيلاء على كل شيء يجدونه جذاباً، ثم وضعه في أفواههم. يفرز بيض الديدان الطفيلية في البراز وفي الأماكن التي تعاني من سوء الصرف الصحي. تسبب الإصابة بالديدان أعراض تشبه أعراض اضطراب المعدة والغثيان والقيء والإسهال والشعور بالإرهاق الشديد، فقدان ملحوظ في الوزن. تقليديا قد استخدمت بذور اليقطين كعلاج للديدان، وهناك طريقتان لاستهلاك هذا العلاج. ببساطة، قم بهرس البذور ثم خلطها مع بعض من عصير الفاكهة والمشروبات، أو هرس بذور اليقطين ثم خلطها مع حليب الصويا مع القليل من البصل المسحوق ثم شرب الخليط للحصول على أفضل النتائج. من الجيد تناول ملين بعد حوالي 3 ساعات من تناول بذور اليقطين. قشر الرمان ولحاء شجرة الرمان لهما خاصية طاردة للديدان. إن الفاكهة متاحة بسهولة، وبالتالي فإن علاج التقشير أسهل في الاستخدام. جفف قشر ثمرة الرمان ثم اسحبه. خذ حوالي 3 جرامات من المسحوق في كوب من الماء ثم اخلطه واشربه. الثوم إلى جانب تأثيره كمضاد حيوي ومضاد للفطريات، يعتبر الثوم علاج فعال ضد الديدان المعوية. قشر ثم ابشر بضع فصوص من الثوم، اسحق الفصوص ثم استهلكها نيئة. عصير البابايا، إن البابايا تحتوي على إنزيم غراء الذي يساعد على هضم البروتينات، لكنه أيضا علاج فعال ضد الديدان. خذ لب البابايا النيئة ثم استخرج العصير، امزج هذا مع ملعقة صغيرة من العسل ثم تناوله على معدة فارغة في الصباح الباكر لعمل ملين يمكن أن يقضي على الديدان من خلال البراز. أضف ملعقة صغيرة من زيت الخروع المكرر إلى كوب من الحليب الدافئ ثم اشربه بعد حوالي 30 دقيقة من شرب عصير البابايا. عند اتباع هذا العلاج لمدة 2 يوم متتاليين فإنه يوفر راحة جيدة من الإصابة بالديدان. عندما لا يتم علاج داء الديدان الطفيلية يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية أخرى تتداخل مع نوعية الحياة. لذلك على الرغم من تجربة هذه العلاجات الطبيعية للديدان المعوية، إذا لم تجد راحة من الأعراض أو إذا وجدت الأعراض تتفاقم، فمن الجيد استشارة الطبيب على الفور.